كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. طبعا رمضان ما يحلاش غير باللمة والصحبة الحلوة والأكلة الجميلة والحلويات الحلوة، ومنها الحلويات الشرقية وما ننساش الحلويات اللبنانية. جربتي تعملي قبل كده عيش السرايا بالطريقة اللبنانية؟ احنا هنعملها مع بعض على قناتي، قناة نرمين محمد. طريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت. وهنعمل مع بعض كمان القشطة الكدابة بالطريقة اللبنانية. انا متأكدة ان عيش السرايا بالطريقة اللبنانية هتعجبك، انت بس اعمليها معايا. ولو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي، قناة نرمين محمد، ما تنسونيش باللايك والاشتراك والكومنت الجميل زيكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف مكونات عيش السرايا الجميلة بتاعتنا ديت. هنستعمل عيش التوست الأبيض. هنقطع الأطراف العيش، وهنستعمل القلب فقط في عيش السرايا. زي ما انتوا شايفين اهوت، أنا قاعدة بقطع الأطراف عشان أخد القلب فقط. طبعا انتي حسب القالب اللي عندك هتحددي كمية التوست اللي انتي هتستعمليها. أنا بالقالب اللي عندي قالب وسط، فكنت بس استعملت حوالي 6 قطع من التوست. هجهز الشربات الأول. استخدمت 2 كوب سكر على 2 كوباية مية على 10 ليمون، وطبعا حطيت ليها برضو 2 معالق مية ورد. بجهز الشربات قبل ما ابتدي بعمل عيش السرايا، لأن لازم استعمل الشربات وهو بارد، ما ينفعش استخدمه وهو دافي. هحمص التوست الاول. انا حطيت التوست في الفرن، خلي بالك ان التوست ما ينشفش منك، يكون متحمر على خفيف بس ما ينشفش منك. هنعمل دلوقتي القشطة الكذابة ومكوناتها: 1 كيلو حليب كامل الدسم، 4 معالق دقيق، 2 توست نشيل الأطراف من حواليها بدون تحميص، 2 معالق كبيرة زبدة، 2 علبة قشطة بوك، 2 معالق كبيرة عسل. هي دي مكونات القشطة الكدابة. أرتب التوست في الصينية، وبالمعلقة كده أخد 2 معالق العسل وأسقي العيش بيها. زي ما انتوا شايفين كده ما غرقهوش عسل، بس مجرد أني أنا بحرك العسل ينزل من المعلقة على التوست بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا الشربات بتاعي كده بقى جاهز. اروح حط عليه 2 معالق مية ورد، بيدي طعم وريحة جميلة للشربات. بعد كده هاخد الشربات واسقي بيه التوست المتحمص بتاعي. زي ما انتوا شايفين اهوت، بالمعلقة بسقي واحدة واحدة من التوست، بسقيه بالشربات عشان يتشرب التوست الشربات. هجهز القشطة الكدابة. 1 كيلو لبن هحطه في الحلة على نار هادية، وأضيف عليه 2 معالق كبيرة زبدة، و4 معالق دقيق هضيفه لللبن والزبدة. خلوا بالكم ان انا بعمل هنا القشطة الكدابة بالطريقة اللبنانية. انا شخصيا بحب الطريقة اللبنانية قوي، بحس ان القشطة فيها طعمها جميل جدا وتقيلة كثيفة، وبتبقى حلوة جدا في الحلويات. هضيف 2 قطعة التوست اللي بدون اطراف زي ما انتوا شايفين اهوت، وهبتدي اقلبه. افضل احرك فيها لغاية ما تغلي والخبز يدوب فيها.
شايفين هقعد اقلب فيها لغايه ما يبتدي اللبن يغلي، والاقي انه قطع التوست دابت ومش ظاهره في اللبن. انا هنا حسيت ان هي محتاجه معلقه دقيق كمان، فانا رحت زايده ليها معلقه.
Delicious.